اهلا وسهلا متابعي قناه شوب تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه مدينه الدار البيضاء. متابعي قناه شوب تي في، تزامن مع اقتراب رمضان من السوق الشعبي بمدينه الدار البيضاء باش نسولوا على اثمنه الخضر، والان نتفاجئ اليوم بارتفاع مهول في ثمن القفص. كيف كتابوا معنا متابعي قناه شوب تي في، كيستعمل في الحريره بعد ما كان الثمن ديالو 10-6 دراهم الكيلو، الان ولا الثمن ديالو 10 كيلو. كانت كتباع قرطه بشحال؟ بعد كانت درهم درهم، ودابا 40 ريال. دابا 2 دراهم كانت القرطه درهم، دابا ولات ب 2 دراهم. هاد القرعه الخضراء شحال؟ لا هذه ديال الهاوشة 3 دراهم، كاينه شحال دايرة؟ شحال دايرة هي الكرعة؟ 8 دراهم هذه الكرعة الخضراء، وصلت 8 دراهم. هذه عند الهاوشة، عند مول الهاوشة كيبيعها ب 3 دراهم يعني، ولكن هي في الأصل في جميع عند أصحاب السوق كاملين دايرة 8 دراهم. 8 دراهم اليوم أصبحت مرتفعة، اليوم ارتفعت. شحال كان الثمن ديالها؟ اليوم كلشي تزاد في الخضار. الدنجال هذا شحال؟ هذاك 100 ريال، هذا 5 دراهم بعد ما كان 4 ديال الدراهم، اليوم تزاد بدرهم، يعني تزاد ب وصل الثمن ديالو ل 5 ديال الدراهم. هذه الفلفله شحال؟ الفلفله شحال؟ الفلفله 7 ديال الدراهم. متابعي قناه شوف تي في، يعني ارتفاع مهول في ثمن الاسواق الشعبيه اليوم صبيحه اليوم تزامنا مع اقتراب رمضان. كيف كتبوا معنا متابعي قناه شوف تي في، جينا للسوق الشعبي باش نعرفوا واش ارتفع هاد الاثمنه ديال الخضر بسبب انه اقترب شهر رمضان المبارك، كنلقاو انه ارتفعت فعلا الخضر. مهول جينا للسوق الشعبي، واش هاد الخضر امكانيات الناس انهم يشريوها ولا لا؟ الناس اللي ما عندهمش، الناس اللي قص على قد الحال. للاسف الكرافس اللي معروف انه اشهر حاجه كدار في الحريره، الكرافس بعد ما كان غير البارح 6 درهم للقرطه، عفوا 6 درهم للكيلو، و 6 درهم 6 درهم للكيلو، والقرطه بدرهم. الان للاسف كبير غير اليوم وصل الكيلو 10 دراهم والقرطه 2 ديال الدراهم، يعني ارتفاع كبير في ثمن الكرافس. هذه القرعه هذه الخضراء راه كدير 8 ديال الدراهم في الاسواق الشعبيه بعد ما كانت فقط 5 دراهم، فارتفاع كبير في ثمن الخضر صبيحه يوم الاثنين اول ايام تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك. متابعي قناة شوف تي في، حتى مطيشة اللي كتستعمل في الحريرة راها دايرة 5 دراهم بعد ما كانت فقط 4 ديال الدراهم، فارتفاع كبير في ثمن الخضر. بنجاه اللي كان 4 ديال الدراهم 5 ديال الدراهم، فارتفاع كبير في ثمن الخضر تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، وهذا هو اللي خلى المغاربة متخوفين قبل انه تقدر ترتفع الخضر، انه رمضان قرب. كنعرفوا ان رمضان كنستعملوا الخضره بشكل كبير خصوصا الكرافس ومطيشه. مطيشه بعد ما كانت طيله شهر فبراير شهر جول دايره 4 دراهم، اليوم ارتفع الثمن ديالها اليوم البارح 5 ديال الدراهم، وحنا مقبلين مازال الارتفاع المغرب بطبيعه الحال. اما الكرافس واللي ما كناش متوقعينها، الكرافس اللي كيتستعمل في الحياه 6 دراهم للكيلو ودرهم للقبطة، الآن ارتفع اليوم بشكل مهول ولا 10 درهم للكيلو، القبطة دايرة 2 ديال الدراهم، ارتفاع كبير في ثمن الخضر بين قل سوق شعبية، يعني هذه الأسواق الشعبية وثمن الخضرة هكا. يعني يعني ارتفاع كبير صراحة في ثمن الخضر. جينا للسوق الشعبي باش نعرفوا اثمنات الخضر واش في متناول يعني الناس، واش في متناول الناس اللي الخصة ديال واش اي واحد يقدر يشريها بالخضرة هذه، الى ان نتفاجئ اليوم بارتفاع مهول للخضر. يعني دابا باقي شي 9 ايام 8 من شهر رمضان وارتفعت الاثمنه بشكل كبير، يعني بقى تقريبا غير اسبوع شهر رمضان ارتفعت الاثمنه، يعني هذا الاسبوع كامل غتبقى الخضره طالعه بشحال كبير. اشرف قال الكيلو شحال، قبطات شحال؟ ها هو الكرافس الكيلو داير 10 دراهم والقبطه 2 دراهم، بعد ما كانت فقط الكيلو 6 دراهم والقبطه درهم، الان واليوم ابتداء من اليوم ولا 10 دراهم للكيلو والقبطه دايره يعني ارتفاع كبير في ثمن الخضر.
بالاسواق الشعبيه. الدنجال اللي كان فقط 4 درهم البارح اليوم ولا 5 ديال الدراهم. الفلفله الخضراء راه 7 درهم، باقي الثمن ديالها هو هو. الدنجال داير 5 دراهم، وهذه القرعه الخضراء 8 ديال الدراهم، ما كانت دايره فقط 5 ديال الدراهم. اما الكرافس هو ديالو بشكل كبير، هو مطيشه، يعني اشهر الاطباق، اشهر الاشياء اللي كتستعملوها في الحريره، اللي هو اشهر طبق في رمضان. مصطفى قال لك تسخينات لاستقبال رمضان، هذا هو ما كنا متخوفين منه، هذا هو ما كانوا المغاربه متخوفين منه، هو ارتفاع اثمنه الخضر في رمضان. وهذا الشيء الشاب قال لك قد تم فتح المعبر، فعلا هذا هو ممكن يكون سبب. عندك الحق السي الشاب الصادق، عندك الحق، فهذا هو اللي كنا متخوفين منه. هذا خوفين منه، يعني انه يرتفع اثمنه الخضر في الاسواق الشعبيه. شوفوا مطيشه تبارك الله راه دايره 5 ديال الدراهم، بعد ما كانت طيله الشهر دايره غير 4-5 درهم، تقدر تزيد ترتفع من هنا لقدام بحكم انه رمضان ما بقى ليه حتى شي حاجه، ما بقى ليه والو، ايام قليله. تفصيلنا عن الشهر المبارك شهر رمضان، الخضر من قلب السوق، ارتفاع في ثمن الخضر بشكل كبير، ابرزها مكونات اشهر طبق كيتحط في الطابله المغربيه الحريره، الكرافس، القبطه. كما سولتوني شحال القبطه دايره؟ 10 دراهم للكيلو، لا عفوا الكيلو دايره 10 دراهم للكيلو الكرافس، والقبطه دايره 2 دراهم. بعد ما كانت فقط 6 دراهم للكيلو، الان وصلت 10 دراهم، والقبطه كانت درهم، الان وصلت دراهم. اذا متابعي قناه شوف كيف، شكرا لتتبعكم هذا البث المباشر، وشكرا لتفاعلات ديالكم في التعاليق. وصلنا متابعي قناه شوف تي في لنهايه هذا البث، لقوه بث اخر، الى اللقاء.